اهلا بيكم يا اصحابي، اهلا بيكم في قناه العابي. يلا نلعب يا اصحابي. وحشتوني جدا يا اصحابي. ازيكم النهارده؟ عاملين ايه النهارده؟ معايا لعبه جميله قوي هتعجبكم، طبعا هي لعبه المزرعه السعيده اللي احنا كلنا بنحبها. معانا النهارده منى وجوزها عمر، هما ساكنين في البيت اللي هناك ده، وجنبهم زي ما انتم شايفين يا اصحابي في كمان جيران تانيين ساكنين جنبيهم. منى طبعا قامت الصبح من النوم، قامت تدور على عمر مش لاقياه. يا عمر يا عمر، الله انت رحت فين يا عمر؟ وسايب باب المزرعه كمان مفتوح، طب ينفع كده؟ الله الله، ايه الخروف الجميل بتاعي ده؟ انا بحبك جدا يا حبيبي، انت الخروف المفضل بالنسبه لي. تعالى بقى نطمن على ايه، على مامتك اللي واقفه هناك دي كمان. صباح الخير، ازيك يا زوبه؟ انا عايزه انضف لك ظهرك كده يا حبيبتي واطمن عليكي. يا ترى عمر حط لكم الاكل النهارده ولا ايه؟ ارنوبي الجميل، واو ازيك يا ارنوبي، انت عامل ايه النهارده؟ واو الحمد لله المزرعه كلها بخير، مفيش اي حيوانات طلعت منكم بره. طيب كويس، اما اروح بقى بسرعه اشوف عمر ده راح فين النهارده. ورجعت منى علشان ايه؟ تروح بيتها يا اصحابي، علشان تتصل بايه؟ بجوزها عمر وتشوف هو راح فين. وادي الرقم. الو الو. ايوه ايوه يا منى. ايوه يا عمر يا حبيبي، انت فين؟ انا بجيب اكل للحيوانات. الله، طب انت اتاخرت قوي، وازاي تمشي كده وتسيب باب المزرعه مفتوح؟ معلش يا حبيبتي، انا كنت مستعجل لان الاكل بتاعهم خلص. طيب يا حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. اروح بقى انا بقى بسرعه علشان الحق ايه احضر له الغدا. ودخلت فعلا يا اصحابي، دخلت منى البيت علشان تحضر الغدا لمين؟ لعمر جوزها. نحط التليفون كده. نرجع بقى بعد شويه، حصل ايه؟ جه عمر يا اصحابي وراح بقى بسرعه علشان يطمن على الاغنام بتاعته وعلى الحيوانات بتاعه المزرعه. لقى كل شيء بخير، ولقى كل حاجه ايه محطوطه مكانها، والحيوانات بامان وسلام الحمد لله. بس قعد يقول لنفسه ايه بقى؟ كل يوم زي اليوم اللي قبله وزي اليوم اللي بعده، وكل يوم بيتكرر. طب وبعدين يا عمر هتعمل ايه؟ انا عايز اسلي نفسي شويه، وعايز كمان اعمل اي حاجه مسليه اتسلى فيها. يا ترى اعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه يا عمر؟ هتعمل ايه يا عموره؟ انا لقيتها، انا عندي فكره. الراجل جاري اللي بقى ده الصنفور، انا عايز اعمل فيه مقلب كده واشوف رد فعله هيكون ايه. ده هيبقى حاجه جميله قوي. يلا بينا. وجرى عمر ودخل فين؟ دخل البيت بسرعه. بس يا ترى يا اصحابي ايه هو المقلب اللي هيعمله في الصنفور صاحبه؟ هنشوف دلوقتي بعد شويه. ما تنسوش يا اصحابي تشتركوا معانا في القناه وتدعمونا باللايك والشير، وتشوفوا كمان كل فيديوهاتنا اللي فاتت، وتدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو علشان يوصلكوا كل ايه فيديوهاتنا الجديده. نشوف بقى مع بعض عمر عمل ايه اصحابي. الحقوني الحقوني، في ذئب بيهاجم القطيع بتاعي وبيهاجم الاغنام بتاعتي. الحقوني الحقوني. بسرعه بقى يا اصحابي طلع عمه الصنفور من بيته. ايوه يا عمر، ايوه يا استاذ عمر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مين فين فين الذئب اللي بيهاجمك ده؟ هو فين؟ هو فين؟ انا عايز عصايه حالا، عصايه عشان اضربه وموته. هو فين ده؟ هو فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت كنت بتضحك ولا ايه؟ في ايه؟ انت بتضحك عليا ولا ايه يا عمر؟ ينفع كده؟ طب بالنبي ينفع كده اللي انت بتعمله ده؟ انا اسف يا عم الصنفور، انا بس اتهيألي ان في ذئب جاي من بعيد يهاجم المزرعه بتاعتي. انت عارف انا بحب الحيوانات بتاعتي قوي وبخاف عليها جدا. ماشي يا استاذ عمر، حصل خير، على العموم حصل خير، عن اذنك. وفعلا يا اصحابي مش عمه الصنفور ودخل بيته. تاني يوم بقى يا اصحابي ايه اللي حصل؟ بدا عمر يكرر المقلب كل يوم في عمه الصنفور، من غير ما ايه ما يعمل حسابه انه ما ينفعش اللي هو بيعمله ده، وانه غلط اللي هو بيعمله ده. ويقعد يصرخ تاني يوم برضه ويقول ايه؟ الحقوني الحقوني، في ذئب بيهاجم القطيع بتاعي، الاغنام بتاعتي هتتاكل كلها، الحقوني يا عم الصنفور يا عم الصنفور. ويجي عم الصنفور جاري. ايوه يا استاذ عمر، هو فين؟
عشان انقذك انت وانت والاجنان بتاعتك. ايه اللي حصل؟ يا سلام يا سلام، يعني انت كل يوم هتعمل فيا المقلب ده؟ طب ينفع كده اللي انت بتعمله ده يا استاذ عمر؟ لا انا كده ما عدتش اصدقك ابدا في اي كلمه تقولها تاني. عن اذنك عن اذنك يا استاذ عمر، انا زعلان منك جدا. وفعلا مشى يا اصحابي عمو الصنفور برضو لتاني يوم وللمره التانيه، وايه وزعل جدا من استاذ عمر، وقال له انه ما ينفعش يعمل اللي هو بيعمله ده. عمر راح بيته وقعد يندى على مراته. يا منى يا منى، منى كانت واقفه في البلكونه اهي، واقفه بترد عليه وبتكلمه. ايوه ايوه يا ايوه يا عمر، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا سامعاك بتنادي وبتصرخ، ايه اللي حصل؟ انت صرخت برضو وقعدت تعمل نفس اللي عملته المره اللي فاتت ده امبارح؟ ينفع كده يا عمر؟ ها ها ها. اه يا منى، لو كنت معايا تحت هنا وشفت ايه اللي حصل، وشفت المقلب اللي انا عملته في عم الصنفور، وشفت شكله وهو طالع يجري وخايف. يا سلام، وانت مبسوط قوي كده؟ انا مش عارفه ايه اللي جرالك يا عمر، انت خلاص ما عدتش لاقي اي حاجه تسليك غير اللي انت بتعمله ده؟ الموقف اللي انت بتعمله ده وحش جدا وما ينفعش ان انت تعمله يا عمر. يا ستي ولا يهمك، ادي احنا بنهزر وبنضحك شويه، يلا باي. وراح عمر بسرعه يقعد ايه وسط الاغنام بتاعته، وايه ويطمن على الخرفان والايه والبقر والحيوانات بتاعته اللي موجوده في الايه في المزرعه. لكن للاسف يا اصحابي الكذب دايما بتبقى اخرته وحشه. حصل في يوم من الايام بعد ما قعد عمر يعيد نفس الكره كل يوم ويعمل نفس المقلب في عم الصنفور وفي الجيران اللي حواليه كمان، حصل تاني يوم بقى يا اصحابي ان فعلا كان في ذئب جاي ايه شم ريحه الاغنام وريحه ايه صوفها وصوفها ولحمها السمين، وكان جعان جدا جدا وشم ريحه المزرعه من بعيد وقرب ايه حاول يقرب منها. وفعلا يا اصحابي عمر بدا يرتبك ويخاف لما سمع الايه العواء بتاع الذئب اللي جاي من بعيد ده يا اصحابي، ويقول لنفسه ايه ايه ده، هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه يا جماعه؟ آه لا لا لا، ما ينفعش كده خالص، ده انا بقى بيجيلي تهيؤات ولا ايه؟ انا فعلا سامع صوت عواء ذئب، في ذئب بيعوي، هو المنطقه هنا عندنا بقى فيها ذئاب ولا ايه؟ طب ينفع كده بقى؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا كان بيتهيألي. ايوه ايوه اكيد كان بيتهيألك يا عمر، اكيد انت كان بيتهيألك، اكيد انت كان بيتهيألك، والذئب ده مش موجود غير في خيالك بس. اه ايوه فعلا كان بيتهيألي كان بيتهيألي، اما اخش اكمل شغلي. اوه اوه الله 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 الله، ايه ده؟ ده فعلا في ذئب. ايوه ايوه انا شفته هناك اهو. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، الحقوني الحقوني، الذئب بيهاجم القطيع بتاعي، الحقوني الحقوني بسرعه، الحقوني الحقوني يا جماعه، الذئب هيموت الايه الخرفان بتاعتي والايه والديوك والبط والوز بتاعي، الحقوني بسرعه. وطبعا عم الصنفور يا اصحابي فضل واقف قدام بيته ويضحك ويقول لا 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 طبعا مش هلحقك المره دي يا عمر، انا خلاص فقستك وعرفت الايه الحيلة اللي انت بتعملها عليا كل يوم، ومش هسمع كلامك ابدا ولا هصدقك، خليك اقعد بقى انده كده وشوف مين اللي هيعبرك. لحد ما فعلا يا اصحابي بدا الذئب يقرب فعلا من ايه من المزرعه، وبدا فعلا ان هو خلاص بقى على مسافه قريبه جدا من المزرعه، وعمر عمال ينادي الحقوني الحقوني الحقوني، وما كانش في اي حد ايه من بيلحقه، لا عم الصنفور ولا اي حد من الجيران بتاعته. لحد ما بدا فعلا عم الصنفور ياخد باله انه في ذئب فعلا ايه هناك قريب جدا من المزرعه بتاعت ايه صديقه وجاره الاستاذ عمر. اصحابي عمه الصنفور جري ومعاه ايه الممسحه بتاعت الارضيه بتاعته ايه، وقلب الايه الممسحه كده، مسك العصايه بتاعتها كده بسرعه علشان عصايه جامده ومتينه علشان ايه يضرب بيها الايه الايه الذئب الايه المفترس اللي جاي هاجم صديقه وجاره عمر او الاستاذ عمر. ابعد 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 يا ذئب ابعد، وقعد يضربه 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 لحد ما الذئب فعلا يا اصحابي ايه طلع يجري وهرب بسرعه علشان ايه ايه خاف من عمه الصنفور. وفعلا يا اصحابي الاستاذ عمر جه بسرعه وقال له
انا مش قادر، مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه بالظبط يا عم الصنفور. انا بصراحه انا مش عارف اوري لك وشي خالص. انا اسف جدا، انا اسف جدا يا عم الصنفور، وعايزك تسامحني. انا بصراحه يا استاذ عمر ما كنتش ابدا ابدا مصدق ان في ذئب فعلا حقيقي بيهاجم المزرعه بتاعتك، وفعلا ما كنتش هاجي ايه اساعدك ابدا، لاني عارف ان ايه، ان انت على طول كذاب وعلى طول بتضحك علينا وعلى طول بتعمل فينا المقالب بتاعتك دي. بس المره دي صادف فعلا وكان في ذئب حقيقي وكان لازم اتصرف، حتى مهما لو كنت زعلان منك كان لازم ان انا اتصرف وانجدك من الورطه والمشكله اللي انت وقعت فيها. يا عمر يا عمر انت كويس يا عمر؟ انا شفت كل اللي حصل، انا شفت كل اللي حصل يا جماعه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عم الصنفور. انا بتاسف لك بالنيابه عن عمر جوزي، ومش عايزك ابدا ابدا تزعل مننا. انا شفت اللي انت عملته وعرفت ازاي انت ساعدتنا وانقذتنا من المأزق اللي احنا كنا فيه ده. لا لا يا مدام منى، مفيش شكر على واجب ابدا. انا عارف ان حضرتك ما عملتيش اي حاجه، بس انا عايزك تنصحي جوزك عمر وتعرفيه ان اللي هو بيعمله ده غلط. خلاص خلاص يا عم الصنفور، انا عرفت غلطي ومش هقعدش ارجع للكذب مره تانية ابدا. خلاص سامحني يا عم الصنفور. صافيه لبن. خلاص يا استاذ عمر، صافيه لبن. من هنا ورايح ما قعدناش هنكذب ابدا، واحنا كمان يا حبايبي ما قعدناش نكذب ابدا في اي حاجه مهما لو كانت صغيره، لان الكذب دايما بتبقى اخرته ونهايته وحشه جدا وبتكون مؤلمه جدا وبيأذينا في الاخر، ما بينجدناش ابدا. اتمنى ان لعبه النهارده تكون عجبتكم، وان انتوا تشتركوا معانا في القناه وتدعمونا باللايك والشير، وتشوفوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت، وكمان ايه تدوسوا على رمز الجرس اللي تحت الفيديو علشان يوصلكم كل الالعاب بتاعتنا. بنقدم كل يوم لعبه جديده على قناتكم الجميله قناه العابي، يا رب انها تكون ايه عند حسن ظنكم. مع السلامه، باي باي يا اصحابي، باي باي.